نذكروا صافي أننا وعلى هذه الدعوة، ونتمنى نكون لبيت الدعوة في الوقت ديالها في الوقت المحدد. معكم عبد الرحيم الزين، رئيس جمعية تعاون ثقافي مساندة المعاقين فرع آسفي، وكذلك في بعض الهيئات بالإقليم آسفي، سواء الجامعة أو سواء المجلس الإقليمي. كذلك منخرطين مع بعض الجمعيات الأوروبية اللي احنا فيهم كمنخرطين، والحمد لله جمعية التعاون الثقافي هو فاش خدامين دابا. جمعية التعاون الثقافي ومساندة المعاقين جمعية وطنية كيف كيعرف الجميع. هاد الجمعية تأسست تقريبا سنة 1992، ومعروفة على الصعيد الوطني كالأعمال ديالها حسب البرامج وحسب القانون اللي عندها اللي كتخدم فيه، وكتخدم في التخييم، كتخدم في الثقافة، يعني في نشر الثقافة، ثقافة التربية على المواطنة، إعانة المحتاجين، مساعدة ومساندة ذوي الاحتياجات الخاصة بجميع الوسائل. كذلك كتخدم مع الشباب في مجال التخييم، وهو كذلك مجال جد مهم للجمعية اللي كتمتاز فيه، لأنها حصلت شحال خطر على مشاريع جد مهمة وقامت بها في أحسن الظروف. كذلك جمعية التعاون الثقافي ومساندة المعاقين بالمغرب معروفة، يعني سواء فاس، طنجة، الرباط، مراكش، هنا كذلك آسفي كيحضر هذه الجمعية تكون هنا، والحمد لله صابها غادية مزيان. هذه جمعية التعاون الثقافي خلال واحد نعطيو احنا غير حصيلة 2018-2019، هذه الحصيلة هذه اللي قامت فيها الجمعية بعدة أنشطة، سواء في مجال مساعدة المعاقين، سواء المحتاجين، الفقراء. كانوا كذلك درنا واحد عدد ماشي صغير ديال القوافل هنا على الصعيد الإقليمي وخاصة بالعالم القروي، وكان فعلا كل كان بشراكة مع جمعيات صديقة مخلصة نكن لها كامل الاحترام، اللي كانت مشاركة معنا في هاد الأنشطة. وكذلك كنا كنديروا أنشطة تانية درناها مع دار المجتمع المدني، لأن نحن ننتمي لدار المجتمع المدني بالأسفي كأعضاء في هاد الائتلاف. كذلك قمنا بأنشطة كذلك في مجال مساعدة الجبال بشراكة مع الجمعيات الفرنسية، حين الجمعيات الفرنسية كوري أكت، وكانت ما قبل كوري أجي سبورتوس، ودابا ولات معنا سيا إسبوار. هاد الجمعيات الفرنسية اللي ممكن لهم كامل الاحترام، اللي عندنا شراكة معهم الحمد لله تقريبا وصلت واحد الحكمة السنة الثالثة، وحنا كيتعاملوا معنا، وحنا غادي نخلصوا باش نهضروا باش نوضحوا نهضروا غير على السنه الاخيره هي 2018 2019. ضربنا رقم قياسي في قوافل، فاش درنا واحد القافله اللي كانت قافله تضامنيه بحد التوابل، واللي بمساعده الاطباء المخلصين من هذا المربط كنقدم لهم احر الشكر، باش نقول الله يجازيهم بخير، اللي ضربنا فيها 942، يعني 942 مستفيد اللي كانوا مستفيدين في هذيك جامعة توابت، واحد الرقم اللي جانا الشكر مع السيد مندوب الصحة الأسفي اللي تا هو كيشكرنا على هذه المبادرة. كذلك قمنا بنقاف واحد قافلة اللي هي كانت قافلة تضامنية، حيث كانت بشراكة مع جمعية كبيرة أكت، حيث وزعنا تقريبا كاميو ديال المنطقة على هذوك المعاقين المحتاجين هذيك المنطقة، وجينا الأدوية، وكانت واحد القافلة في المستوى. بالنسبة كذلك الأنشطة اللي درنا بمناسبة اليوم الوطني للمعاق يوم 30 مارس،
وهو واحد الأنشطة اللي قمنا بها بشراكة مع جمعيات الشريفة هنا في أسفي. كانت وحدة اللي قامت بولاية سلمان بشراكة مع كري أكس تي إسبوار، اللي قمنا بواحد في تفريق الحلويات، ملابس، لعاب إلكترونية، لعاب يعني في المستوى، كان واحد الحفل جد نشيط. وهو كذلك ما قمنا به في سميتو في دار المعاق بكوكي عند السي محفوظ، وكذلك بجمعية كرام، وكذلك بسمة راضية. هذا كان يوم حافل، وكانت بالمناسبة اتفاق ذلك اليوم مع كوري أكس وسي إسبوار باش غيبقى هذا اليوم 30 مارس تاريخي بالنسبة لنا حنايا في هذا الإطار الشراكة، باش غيكونوا محتفلوا به كل عام 30 مارس نحتفل معنا كوري أكس فرنسية وسي إسبوار معنا حنا، هذا اللي كان في آخر النشاط اللي اتفقنا عليه حنا جميعا. كذلك جمعية التعاون الثقافي ومساندة المعاقين إلى جانب جمعيات مشتغلة في ذوي الاحتياجات الخاصة قاموا بمبادرة تراكعية يشكرون عليها، وكانت مبادرة نضالية فعلا بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، والواحد كلهم يعرفها، وهي مجانيات ركوب المعاقين في سميتو في الحافلات. وفعلا كنشكر كل كاع اللي تساندوا كانت في هذا الموقف، حتى المجلس في الاخير كيخصص نقطة في جدول اخر جلسة ديالو، والامور لحد الان راها في الدراسات الادارية يعني التقنية، لأن يعني توافقت عليها يلاه مع رمضان يلاه الوقت يوجدوا لي كارت، يوجدوا راه نعطوهم واحد المهلة باش توجد هاد لاكارت اللي غادي تكون وراء السلطات والناس المختصين قايمين بواجب. بالنسبة للعمل الجمعوي في أسفي فعلا إلا مشينا لمدن أخرين نفس الشكل غيكون لك، هذا ماشي غنقولوا حنا غير هاد القضية غير في العمل جمعوي، هاد النرفزة وهاد الاستنفار وهاد الحروب وغير هكاك خاوية، هذا ما كاينش غير عندنا حنا في أسفي، وإنما كاين في المغرب كامل. غادي نمشيو لمراكش غنلقاو شي جمعيات، هادو كيجيبو لنا وهادو كيجيبو لنا وهادو كيجيبو لنا، غنمشيو كذلك بن قليل كذلك غنلقاو ديما التلافظ كاين في الجمعيات. حنا ما غاديش نلومو آسيا يقولوا غير آسيا وكلو، لا كاين، ولكن داك الشيء اللي كيكون وهو كاينه واحد شويه ديال اللي غنسميها الصعلوكيه. هذيك الصعلوكيه نورمالمون ما خصهاش تخدم في هذا العمل الجمعوي. العمل الجمعوي اللي كيف كنعرفوا عنده جوج حوايج، عمل تطوعي، بغيتي دير شي حاجه مرحبا، ما بغيتيش ديرها ما تلومش الاخر على جدارها. هنا ثاني العمل في بالنسبه للاسفي فعلا كنشكر كاين جمعيات اللي كنرفعوا لهم القبعه وكنشكروهم وكنتابعوهم على الاعمال اللي كيقوموا بها، لان كيقوموا بواحد الاعمال اللي هي في المستوى سواء ثقافيه سواء مسرحيه سواء اجتماعيه سواء تضامنيه، وراه كل واحد كان يعني بلاصتو على دارو بلا ما غادي نبخسوا هذا ونبخسوا هذا. العمل الجمعوي نورمالمون في اسفي كان في واحد الفتره ديال 2017، يعني في 2017 الاخير ديال 2017 كانت واحد دار واحد القوه، وكانت هذيك القوه اللي جات ولات كان ولا المجتمع المدني ولا الجمعيات مجتمعين وكتفائل خير. لكن ملي دخلت ديك 2018 ونكون واضح السياسيين شافوا ديك القوة ديال هذاك بدا كل واحد كيجر من هنا وكل واحد كيجر من هنا، وخبايا كثيرة ما يمكنش نقدروا نطرحوا ليها، لأن كل واحد كل نقطة عندها المجال ديالها. بالنسبة للعمل اللي قلنا مع ذوي الاحتياجات الخاصة، هذا عمل جبار، وهذا عمل كنديرو في سبيل الله. هاد العمل ماشي حنا التزمنا، وكيقول لك الانسان باش كيلتزم بيسكو حنايا كجمعيه وسنينا في واحد
واحد القانون الاساسي يعني كنلتزموا على هذاك الشيء اللي فيه، يعني ايش فيه؟ مؤازره المعاق. اي انا التزمت معك والتزام تلك انا معك غير على الورق، انا امام معك مع الله راه ممكن انا نتآزر ونترافع على هذاك المعاق اللي كان كيحتاجني. هذا من باب هذا كنخدموه. الحمد لله جمعيه التعاون الثقافي ومسنده المعاقين في اسفي بالمكتب ديالها، مكتب اللي كنشكروه وكان لان فيه اعضاء جيد مميزين في المستوى اللي كيساندونا، وفيما دقينا وفيما كان شي نقطه كنطرحوها مجموعين. باش نكمل معكم على هذا الموضوع وعلى هذه النقطه ديال ذوي الاحتياجات الخاصه. ذوي الاحتياجات الخاصه هنا في اسفي نورمالمون حنا كجمعيات اللي خصنا نتجتمعوا، خصنا نديروا واحد الكتله. علاش؟ لان دابا ملي كنكونوا نواجهوا واحد المرافعه او نوصلوا واحد النداء ديالنا، اول حاجه كيقول لكم ديروا شبكه، اول حاجه كيقول لنا ديروا اتحاد. اول حنا كان عندنا لقاء مع السيد الوزير ولا مع السيدة الوزيرة او مع مدير محمد مركز محمد السادس للمعاقين، كلشي كيقول خصنا نديروا واحد الشبكة، واحد الشبيك باش تكون عندنا الكلمة ونكونوا كقوة اقتراحية. لهذا من هذه الفرصة ومن هذه المناسبة كنطلب جميع الجمعيات المشتغلة في ذوي الإعاقة، ذوي النيات الحسنة اللي كيفكر في باش يزيدوا لقدام ويجروا لهاد البلاد يجيبوا لي هاد المسائل خاصهم يتحدوا. الدولة تقريبا خرجت هاد العام 15 مليار لذوي الاحتياجات الخاصة ولمساعدة هاد 15 مليار. ما هو نصيب مدينة اسفي منها؟ علاش؟ احنا غادي نتسائلوا، ما كاينش الجمعيات، ما كاينش واحد اتحاد، واحد اللي غيخلق واحد المشروع اللي غادي يكون بهذاك كيرجع على البلاد وكيكون الاثر ديالو مزيان، نشاركوا فيه، ممكن نستافدوا، باش كل واحد غادي يجر كيجر لهنا، وواحد كيجر لهنا وكيجر لهنا، اوتوماتيكمون غادي تكون هذيك 15 مليار ما عندش نصيب اسفي منها، لان ما كاينش اللي غادي يحط واحد المشروع، ما كاينش اللي عنده واحد الرؤيه استراتيجيه اللي عندها غادي يكون قيمه على البلاد. هذا هو الاشكال اللي كنشوفه هنا، لابد من خلق تنسيقيه واتحاد لذوي الاحتياجات الخاصه باسفي، ويكون واحد اتحاد قوي لان عنده ما يدير، عنده الخدمه خصو يديرها. وكنشكر صافي ناول اللي غتوصل هذا الميساج.